وينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد عضو اتحاد كرة القدم السيد سعد مالح. أخ سعد، أرحب بك معنا في نشرة أخبار العراق اليوم. هل ستمتثلون لقرار الاتحاد الذي صدر اليوم؟ وما السبب في اتخاذ مثل هذا القرار في هذه الظروف؟ تحياتي لك ولكل المشاهدين أخوي العزيز. طبعا هذا القرار ما موجود بالنظام الداخلي، لان مثل ما تعرف الانتخابات اجرت على النظام الداخلي لاتحاد كره القدم. نعم. ولا فقره ولا نص قانوني، وهذا القرار يعتبر بالنسبه لنا غير قانوني وغير شرعي، وانا راح امارس عمل اليوم غد على من يتكلم خلي يتكلم بالفضائيات براحته، ولا شوف التصريحات اذا ذكرنا ما مسوي من جاز اعضاء الاتحاد. فانا اعتقد انه باكر راح امارس عملي واحضر اجتماعات، اعتقد هذا غير قانوني ما موجود بالنظام الداخلي مطلقا، لان الهيئه العامه هي اللي جابتها والصناديق اللي جابتها، فما اعتقد يقدرون يعني طيب يتلاعبون بهذا القانون بالنظام الداخلي، لكنه مجرد وسيله ضغط علينا يعني. يعني هل تنتظرون من بعض الاعضاء يعني هل تنتظرون عوده رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود لاتخاذ قرار جديد بعودتكم انت والسيد محمد جواد صاير؟ لا لا، احنا موجودين، من ما يحتاج قرار رئيس الاتحاد ولا يحتاج قراره، هذا نظام داخلي موجود عندنا احنا، ولا يحتاج انه نقول نعود لو ما نعود. انا كسعد ما راح امارس عمل يوم غد بالاتحاد، راح احضر الاجتماع، واذا كنت قانوني خلي يعرضوهم على الاعلام وعلى الوسائل، وهذا يتقرر الهيئه العامه عليهم يجمعون الهيئه العامه، واذا يبون يحجبون الثقه على يعرضون الهيئه العامه اللي تعجب، انا مثل قوتي بالهيئه العامه طبعا، اي خلي يجمعون الهيئه العامه وياخذون اي قرار اذا يبون. فما اعتقد هذا القرار مفعول، وانا كسعد ما نعتقد هذا القرار مطلقا لانه غير قانوني وغير شرعي. طيب السيد محمد جواد صايغ قال سبب هذا الموضوع هو التزاحم على السفر، يعني لماذا هذا التزاحم على السفر في الوقت الذي لا يتطلب الامر سوى مسؤول واحد من الاتحاد، يعني بظل وجود كادر اداري وطبي مع المنتخب؟ هل هناك من يجيد اللغه الانجليزيه من اعضاء الاتحاد حتى يستفاد من الوفد باستراليا مثلا؟ لا، هذا تقدر تسال محمد جواد صايغ، لان التصريح يخصه وما يخصه، بس انا اقول لك السفر يعني اعضاء موجودين، يمكن الاخ علي الجبار هو رئيس الوفد وبعض الاعضاء موجودين، هذا ما اعتقد انه مساله جدل او مزاح بالنسبه لي انا، لان اعتقد انت تقدر تسافر ب 10 دولارات لاي دوله، مو مثل قبل الامور واضحه يعني للكل، لكن انا اسال القرار ليش اخذ وشنو سبب القرار؟ الكل يعرف انه سعد مالح دائما ما يعارض بالاجتماعات ويتكلم بكلام حقيقه ما يلتقي بعض الاعضاء، فاخذوا هذا القرار، مع ذلك يكون قرار غير شرعي وغير قانوني، انا ما احسبه قرار، احسبه كلام يعني. نعم، يعني برأيك لم يكن هذا الموضوع التسميات الوفد هي سبب الرئيسي في اتخاذ مثل هذا القرار والمعارضة للأعضاء المسافرين؟ لا 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 مستحيل، لا لا حتى نتجنى احنا سبعة مستحيل، هذا ما ممكن يعني أعضاء الاتحاد يحجبون حضورين على المسافر، واحنا فينا لا مسافرين ولا بالوفد، شنو راح نضايق معنا شنو؟ لا مستحيل، هذا بعيد كل البعد عن الاحتمالات يعني. نعم، من بغداد عضو اتحاد الكرة السيد سعد مالح، شكرا جزيلا.